السلام عليكم. غادي نديرو هاد الفيديو هذا اللي هو الحلقة 18 فوتو كريتيك. نشوفو هاد الصورة هادي ونشوف شنو اللي تيبان لينا فيها. كيف كنشوفو البوز ما بيهش لا لوميير، ما بيهاش، لان ملي كتكون لا لوميير مزيانة وهو كنشوفو البلايص اللي هما يا بيضين، هنا كتبان لينا هذه كتسمى سكين تكستشر، هاد لي ديتاي في الجلد، في الجلده ديال فلابو ديال المانكا. هنا اللي ما عجبتنيش مزيان وهو في هاد الجهه هادي، اما المانكا الدور كامله بروفيل بلا ما تبان لينا هاد العين هادي هنا، لان هادي ما كتعجبنيش. بعض المرات كتوقع لينا ربما كنخليو المانكا هي اللي كدير البوز ديالها، ما كتشوفش لي بوين اللي هما مزيانين اللي كيعطيو الوجه ديالها ولا الكور ديالها يكون باين مزيان. حاولوا باش تفاداو تعطيوها هكذا المانكا تكون واقفه اون فاس، لان قليل فاش كتصدق. هنايا مزيانه، انا ما جاتهاش خايبه بزاف، مزيانه حتى بالنسبه للرجلين اللي هما مكروزين حتى هما مزيانه، وكيبان الكيرف ديال لو كور ديال المانكا هنا كيبان تا هو مزيان مع الكورف هذا، مع القوس هذا ديال لي هونش ديالها تا هو مزيان. كنظن الا كان الكتف ديالها حاضر كتر هنايا غادي يكون خير. وكيف قلت راسها متكي بزاف اللور، خاصو يتكا شويه لقدام تعطي ما بروفيل ولا تشوف اون فاس. غير هو الكتف يكون نازل بحال هكذا، يكون هذا طالع اكثر، وربما باش تطلع هاد اليد هادي هنايا غادي يطلع هاد الكتف تا هو، تكون حتى هي اون موفمون. الشاربنس خصها ديما تكون على العين، المهم انا كتبان لي ما شويه رطبه، الوغ ما عرفتش انا واش الشارب مزيان ولا لا، كيبان ما بيهاش لاقاش، على حساب الشاربنس تقدر تكون نيت في العين. غير هادي كيف كتشوفوا دابا ملي كبرت انايا ليماج، شوف هاد العين هادي كيفاش كتبان، لان ما بيناش و يعني ما بيناش لينا وما مدرقاش كامله، الوغ بين لنا غير طرف كيجي شويه عايب. المهم حاولوا تفاداوها. هاد الثانيه هادي، لان الاولى اللي شفت انايا كان كيبان فيها لا لوميير مزيان، هاد الثانيه هادي ما عجبنيش فيها الضو، لان الضو جا بلا، لان ما كاينش ديك 3 ديمونسيون في لا لوميير، وهذيك علاش كاينه، علاش باينه ديك ليماج كتبان بلا ولا الوجه كيبان بلا، لان دايرين جوج ديال لي ريفليكتور اون فاس مع الوجه. هذه من الاحسن يكون ريفليكتور في واحد الجهه، يكون نص ديال الوجه عاطينو واحد الجهه، ربما 45 دوغري ولا بحال اللي كنشوفو في مثل المكانه، كتكون البوله ديال الضو ولا الفلاش يكون في لو 10 ولا في لو 2، لان بحال الموان 10 ولا لو 10. وعاد ديك الساعه كنديروا الفلاش الاخر ما كيكونش باين في العين، كيكون في الجنب في واحد الجهه على اليسار باش يعطينا شويه ديال الفيل باش كيبالانس لينا لا لوميير. هذا الشيء اللي خصو يكون. اليد ملي كدير ديال البنت كدير هكذا اون فاس، الظهر ديالها كتبان كبيره، ما كتبانش اليد ما كتبانش رقيقه وفمينه بحال هادي. هادي جات مزيانه هنايا كتبان اليد رقيقه، اما هادي كتبان غليظه. شوف العرض ديالها تقريبا شاده النص ديال الوجه، في العبار ديال النص ديال الوجه شاده اليد. حاولوا باش ما يدخلوش هاد البغا هادي مع الكور، لان كتبان كبيره وكتنفخ. شوف انا كيفاش تنفخات، لان لاصقه مع الكور. وحاجه اخرى اللي كاينه هو تعطينا جنب، الا عطاتني الكور ديال البنت جنب ما غاديش يبان هاد الكبوريه من هنا حتى لهنا، العرض ديال لا سانتور هادي كتبان كبيره، وعاد هنا عاود كتبان شويه من فوق على حساب الكرش، لان المانكا خص ديما نقول لها باش تحاول تدخل الكرش ديالها، تابسوربي الكرش ديالها شويه وتوقف جنب، الوغ باش تبان رقيقه. هي ماشي غليظه بزاف، ولكن الى وقفت هكذا غادي تبان غليظه.
وبالاخص لا لوميير حتى هو، الا ما كانش لا لوميير 3 ديمونسيون كيخليها تبان هنايا بلا كيف كنشوفوا هنا في الصدر، لان الضو كتير هنا في الصدر خلاها تبان بلا. الوغ هادشي اللي بان لينا في ليماج. نشوفوا من ناحيه الشاربنس ديال العينين، العينين مزيانين، لان ديما ما نخليوش الشاربنس تكون ديما هنا في الفورمولا، ديما نديروا الفوكس على العينين، وضروري حاولوا تقادوا شويه هاد الزغبات هادو اللي هنا الفوق كاينه في اليمن، حاولوا نقادوهم هنايا، راه نديروا ديك ليكويفاي وندفعوا هادو وندفعوا حتى هادي باش يتقادوا بليكويفاي. التصويره الثالثه هادي هي الوحيده اللي لقيت عندها لي ديتاي ديال الداتا، لان مصوره ب 60 دي كانون ومصوره ب 50 مليمتر 1.8. الوايت بالانس درتوها دارها الاخ اوتو، خلاها اوتوماتيك هنا، حاولوا ما ديروش الوايت بالانس اوتوماتيك، ديما خليو الوايت بالانس خدموها مانوال. الاكسبوجر نسيت شنو اللي دار، يمكن الى دارو اوتوماتيك ماشي اكسبوجر. المهم هادي كيفاش كنشوفو وايت بالانس اوتوماتيك، اوكي اكسبوجر مود مانوال اللي هي مزيانة، مزيان الواحد ديال مانيوال. المهم العينين كيبانو نيت شارب، لأن باش الواحد يخدم ب 50 مليمتر في الكاميرا كانون 60 دي، حيت السنسر صغير كان ميتيبلي باغ 1.6، ألوغ 50 مليمتر ولات فيه 80 مليمتر. هنا لا لوميير ما بيهش، يعني ماشي 100% مزيان، هنا كيف كنشوفو دايرين الضو هنايا اللي ضارب من هنا من الجهة هادي ديال اليسار شوية من الفوق، وهنايا كنظن هذا ريفليكتور على حساب الريفليكسيون اللي في العين، هذا باين ليا ريفليكتور اللي داير من هاد الجهة. البوز عاود نفس الشكل، المانكا اون فاس، اليد هنا ما عجبتنيش، انا ما كرهتش كون كان اليد هنا على وجهها ولا عنقها، ولكن تكون عاطيه بروفيل، لان شوف دراعها قداش كيبان هنا، حيت دراعها لاصق مع الكور ديالك كيزيد يتنفخ. حاولوا تحضيو من هاد من هاد الحوايج بحال ما هادو، ديما ردوا لهم البال، لان بوز بحال هذا نقدر نعطيه للدري باش يبان كبير ويبان دوميني وهذا وديك القوه ديالو، ولكن البنت خاصها ديما تبان رقيقه تبان فامينة. هنا واحد ديطاش هنا خصهم يتنقاو، منين نقيو الوجه ما نساوش عاوتاني الدراع، ضروري نقيو حتى الدراع ديالها ولا يديها ولا شي حاجة. المهم اللي هنايا اللي ما عجبنيش فيه هو البوز اللي هو جا فرونتال بزاف، اليد وهاد الدراع وشوية لا لوميير، خصو يكون 3 ديمونسيون، ما يكونش دايرو اون فاس في لا لوميير. نشوفوا التصويرة الأخرى هنايا اللي يعني ناخدو دي فوتو بحال هكدا، مزيان نديرو دي ديتاي في لي فوتو، ولكن باش نحطو التصويرة ونحطو وحدة أخرى حداها حتى هي أون واغي بلو ما كتجيش، من غير بغينا نديروها غير فحال ديمونستراسيون، نعطيوها بحال شي مثال ولا شي حاجة، ما باش نحطوهم هكدا يعني حتى كيف كنقولوا بالانجلي بريزونطاسيون، سوري بريزونطاسيون، بريزونطاسيون خاصها تكون مزيانه، اما ديرها كولور ولا خليها نوار اي بلون. لا لوميير عاود جا اون فاس لي كيف كتشوفوا هنا في عينيها، يعني لا لوميير كاين من هنا وكاين من هنا، الوغ لا لوميير خاصو يكون من جهه واحده، لان الا تبعنا على حساب الشمس كاينه الشمس غير جهه واحده، و الشيء الاخر كنلعبو بفلاش اخر ولا ريفليكتور باش كنخليو ديك 3 ديمونسيون. هذا نفس الشكل اللي قلت في الصوره اللي فاتت. بالنسبه ل يعني لابوز جاتني حتى هي شويه ناقصه، لان الا كانت لابوز باش نوريو الحوايج لان راه مدرقين، نعطيو كاين بزاف ديال لي بوز باش كنبينو الحوايج.
الوغ بالنسبه اللي لقيت هنايا اون جينيرال في الخدمه ديالك، وهو لي بوز اللي عندك ناقصين وشويه في لا لوميير. من ناحيه الفوتوشوب راك مزيان، راه غادي فيه مزيان، المهم خدم على لا لوميير اي لي بوز، راه مهمين بزاف. كان نتمنى تكون استفدتي بزاف من هاد الحلقه هذه، وكنت كنتمنى حتى الاخوان الاخرين اللي شافوها يستافدوا تماما من الاغلاط ديالك ويزيدوا القدام، لان كنشوف اكثريه الناس كيصيفطوا دي فوتو كيصيفطوا لي ميم زيغور اللي كيديروا لي ميم فوت اللي هما كاينين الاكثريه في لا لوميير. الوغ نخليكم حتى المره اخرى ان شاء الله في حلقه اخرى في الفوتو كريتيك.